لهذا بينضم إلينا الآن للمزيد من النقاش والمتابعة من نيويورك عبر الهاتف الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا نانسي وأهلا بجمهورك الكريم. في البداية خليني أبدأ بشكل عام بقراءتك لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هو ما فيش شك أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل وبين المقاومة الفلسطينية، وتطور الصراع النهاردة إلى إسرائيل وحزب الله في لبنان، ويمكن أن يتطور الأمر إلى إسرائيل وإيران، وتطور أيضا في مرتين هجمت إسرائيل على الحوثي في اليمن. يمكن أن يستعمل الموقف بالتأكيد إلى حرب يعني متعددة الأطراف أو حرب إقليمية لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنغمس فيها، وبالتأكيد لا يريد أي من المرشحين الديمقراطي كاميلا هاريس نائبة الرئيس الحالية والجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في هذه الحرب الإقليمية الممكن أن تحدث بين لبنان وضحاها. صحيح. فأعتقد أن كاميلا هاريس هي يعني بتاخد السياسة الكلاسيكية التقليدية، وهي تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأيضا يعني كانت قاب قوسين أو أدنى أن تنتقد ما يفعله بنيامين نتنياهو من استهداف المدنيين، ولكن سرعان ما تراجعت وقالت من حق إسرائيل أنها تدافع عن نفسها، ولكن عليها أن تتخذ الحرص بأن لا يكون هناك عدد أكثر من المدنيين في هذه الهجمات. إلى أي مدى، يعني قبل أن ننتقل إلى دونالد ترامب، إلى أي مدى كاميلا هاريس موقفها أيضا يعني متشابه مع جو بايدن دكتور ماك؟ هي أعتقد أن هي أقل انجراف نحو إسرائيل زي ما جو بايدن. صحيح. انجرف. يعني جو بايدن راح قال لهم أنا صهيوني، وليس عليك أن تكون يهوديا لأن تكون صهيوني، فهو مسيحي صهيوني، وهو الكلام ده قاله في أكثر في محفل رسمي. وزيارته إلى إسرائيل والعمليات العسكرية موجودة، ده بيدي انطباع قد إيه هو بيدعم إسرائيل إلى آخر قطرة في دم. وإدارته يعني من مستشار الأمن القومي جاك سوليفان أو بلينكين، فهما الاثنين يهود وبيدينوا بالولاء لإسرائيل. يعني بلينكين لما راح قال لهم أنا أتيت إليكم ليس كوزير خارجية أمريكا، أتيت إليكم كيهود. يعني أنت وزير يعني خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أكبر دولة في العالم، أنت أتيت إلى إسرائيل بصفتك يهودي، ما هو عنده جنسية إسرائيلية يعني. نعم. يعني هو بقى ممكن يشتغل في جيش الاحتياط بقى الإسرائيلي يعني. أعتقد أن يعني إدارة بايدن انغمست في يعني دعم إسرائيل بما لا يحمد عقباه، وأعتقد أنها نالت انتقادات كثيرة جدا على المستوى الدولي، على الصعيد الدولي، على الصعيد الداخلي ايضا. وهناك يعني مقاومه لما يحدث. يعني ما اللي شفناه من الطلبه في الجامعات الامريكيه، وشفناه في المظاهرات التي كان فيها امريكان ويهود. الحقيقه ده كان تطور مهم جدا يا دكتور. ما تفعله اسرائيل. طيب خليني انتقل لموقف دونالد ترامب. موقف دونالد ترامب هو بالتاكيد يعني بيمسك العصايه من المنطقة ويدعم اسرائيل. ويقول أن لم يفعل بايدن ما يجب عليه لحماية إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تنهي المهمة، أن تقضي على المقاومة. وهو بالتأكيد بيخطب ود الناخبين اليهود من المحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الناخبين اليهود من الليبراليين الذين هم لا يناصروا الحزب الديمقراطي ولكن بالتأكيد يقفوا في المنتصف، يجدوا أن لابد من توازن الدعم مع الالتزام بحقوق الانسان. النهارده بنيامين نتنياهو بيخرج عن كافه يعني المواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه، حتى بيضرب في قوه اليونيفيل وهي قوه حفظ سلام تبع الامم المتحده، مات منهم خمسه لغايه، وهو بيطلب من الامين العام ان يسحب قوات حفظ السلام، هي موجوده عشان حفظ السلام بينك وبين اللبنانيين بعد حرب تموز 2006. فإسرائيل خرجت عن كل المواثيق، عن كل الأمور التي يمكن أن نتخيلها البشر يعني. وأعتقد أن هناك يمكن أن نلتجئ إلى ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحه اليوم، وتصريح في منتهى الأهمية، هل يمكن على الجمعية العامة أن تصدر توصية باستخدام القوة كما حدث 1950 1956
في الحرب الكوريه الشماليه كوريا الجنوبيه وانسحاب القوات كوريا الشماليه من كوريا، يمكن ان يكون هناك استخدام لبعض الدول وليس مجلس الامن وليس قوات حفظ السلام ان تكون تحالف بقوه عسكريه يمنع اسرائيل من هذا الغي ويمنع اسرائيل من تدمير لبنان ويمنع اسرائيل من ادخال المنطقه في حرب لا يحمل أمل. صحيح. طيب خليني يعني اعود لكاميلا هاريس. دكتور مايك، هل الانتقادات الموجهه إلى كاميلا هاريس فيما يتعلق بأنها يعني تركيزها غير الحقيقة منصب بشكل كامل على القضية الفلسطينية أو ما يحدث للفلسطينيين ومعاناتهم في غزة، هل ستؤثر على أصوات الناخبين العرب في الولايات المتحدة أو المسلمين؟ بالتأكيد، وهي حاولت أنها يعني ترى بهذا الصدع بأن تعين يعني استشارة لها في الحملة الانتخابية مسلمة لكي تخطب ود العرب والمسلمين في الولايات المتأرجحة على رأسها ميشيغان. فأعتقد أنها فقدت الكثير من أرضية هذه الكتلة الانتخابية، لأن هناك الكثير من الانتقادات على تصريحاتها الأخيرة يعني بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. ما تفعله إسرائيل ليس الدفاع، ما تفعله إسرائيل هو الهجوم والهجوم والهجوم. فأعتقد يعني فقدت الكثير من مصداقيتها أمام الناخب الامريكي، وايضا بعض اعضاء الحزب الديمقراطي بداوا ينتقدوا يعني الانجراف الكامل وراء نعم. اسرائيل الذي يمكن ان يدخلنا في ما لا نريد ان ندخل فيه وهي حرب اقليميه في المنطقه. طب حتى نكون يعني اكثر وضوحا دكتور ماك، يعني سواء فازت كامل هاريس او فاز دونالد ترامب، هل اي منهم سيكون له قرار مؤثر على ما يحدث في الشرق الاوسط؟ انا اعتقد في حال فوز ترامب يمكن ان يكون هناك تغيرات. لإحنا لو شفنا حقبة ترامب الأخيرة الأربع سنين اللي حكم فيها، هو استطاع أن يجبر بنيامين نتنياهو للدخول في حل الدولتين. وكانت هناك العرض الذي تم عرضه على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي، وهو صفقة القرن التي كانت منصبة على حل دولتين. يمكن الدولة الفلسطينية صعبة التحقيق، كانت هناك صغيرة داخل الضفة الغربية داخل المستوطنات الإسرائيلية، ولكن كانت غزة بالكامل، وكانت هناك قطعة من الأراضي المحتلة في صحراء النقب سوف تكون منطقة صناعية إلى غزة ومطار وميناء لغزة. فكانت الأمور هناك ضغوط من ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية وفقا لما قالته مقررات الشرعية والقرارات الدولية وهو حل الدولتين. يمكن أن يكون هناك حل في وجود ترامب، لكن في وجود كاميلا هاريس هو استمرار إلى حالة النيوعة السياسية اللي احنا فيها. بايدن قال خمس مرات حل الدولتين، هل هناك اي تقدم في هذا المعيار؟ طلع بنيامين نتنياهو قال لا يوجد حل دولتين، وطلع جالانت قال لا يوجد حل دولتين وامريكا تعرف هذا. فانا اعتقد انه يمكن ان يكون تغير ليس فقط في حرب فلسطين، لا ممكن يكون كمان في حرب اوكرانيا. لان كاميلا هاريس قالت هندعم اوكرانيا الى اخر الحد، بمعنى انها سوف تستمر في دعم اوكرانيا بالسلاح ودعمها لاستمرار القتال. ترامب قال سانهي هذه الحرب وانا رئيس منتخب قبل ما احلف اليمين واقوم نعم. البيت الابيض ابدا بانتصارات الوقفه هذين الحربين، حرب غزه وحرب اوكرانيا. نعم طبعا الحقيقه بكون سعيده دائما بوجودك معنا دكتور مايك. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دكتور مايك شرقاوي المحلل السياسي الامريكي كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.